اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. في العيد بتعمل ايه يا وليد؟ يعني احنا ده احنا بكره عيد وهتعمل ايه؟ يعني انا عارف ان انا النهارده قطعت الاجازه بس هتعمل ايه بكره؟ دي بومب. بومب؟ لا يا كابتن زي كل الناس طبعا انا بسافر البلد وبقعد مع اهلي وبنذبح زي كل سنه يعني. هتسافر وتذبح؟ هتسافر النهارده؟ بعد ما نخلص ان شاء الله. ان شاء الله بيدي. وتسافر وتذبح مع اهلك ايه؟ لا لا مش هيسافر ولا حاجه طبعا. لا لا انت هتعمل ايه؟ لا مسافر. انا مسافر بعد الحلقه على طول على بنها. فهبح بقى ان شاء الله بكره بس بكره عندنا تمرين ف بكره التمرين بالليل بقى بالليل العيد. هتذبح الصبح وخلاص. ونملك شويه وتيجي على التمرين هنرجع انا والولاد بقى.